وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا اللواء بحري محفوظ طه مدير الكلية البحرية الأسبق. يعني بعد التحية سيادة اللواء، كيف تابعت اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعات شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية بيتر لورسن من أجل تطوير منظومة الصناعات البحرية في مصر؟ كيف يمكن الاستعانة بهذه التكنولوجيا الألمانية لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية؟ مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا الخبرين الحقيقة أو الاجتماعين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق جدا، وأنا شايفه أن ده بيعكس أن القيادة السياسية يعني الحقيقة ربنا رزقنا فعلا مصر، ربنا رزقها بقيادة سياسية فهم دور مصر في البحر. الخبر الأولاني خاص ببناء القوة العسكرية، والخبر الثاني خاص ب التنمية المستدامة ورؤية مصر الشاملة في 2030. بالنسبة للجزء الأولاني اللي هو خاص ببناء قوة مصر العسكرية، كلنا طبعا متابعين إن سيادة الرئيس منذ أن تولى يعني مقاليد الأمور في البلاد، وهو تنبأ بوجود صراع طاقة في البحر المتوسط، وإنه ضرورة الاحتفاظ بقوة بحرية قادرة ضمن القوات المسلحة القادرة برضه بقوة بحرية متوسطة. فبدأ أو سيادة اللواء، معنا فندم، تفضل. سواء كان في زيادة القدرات القتالية بالحصول على وحدات يعني فائقة التقدم زي ما كلنا متابعين، أو في بناء البنية التحتية وكلنا كنا حضرتك متابعين لسه بعد 3 يوليو، وأيضا في بناء التصنيع العسكري وتوطين الصناعات المحلية. أيام محمد علي فهناك كلمة توطين الصناعات البحرية حقيقة النهاردة. نشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محفوظ طه مدير الكلية البحرية الأسبق على هذه المداخلة.